إعلام على المستجدات فيما يتعلق بإنهاء الطبع ونسخ النظام الداخلي اللي باش يعطي إشارة للاتحادات الجهوية والقطاعات للبدء في مؤتمرات. أيضا جد باش متابعة المستجدات الأخيرة على مستوى البلاد، على مستوى ما ينتظرنا من تحديات في الاتحاد. التحديات هذه مهمة جدا في علاقة من ناحية بالمفاوضات الاجتماعية، من ناحية أيضا بالوضع القطاع العام ووجوب الاستعداد لمفاوضات مع الحكومة، وخاصة أيضا للتصدي لمسألة الخوصة. وثالثا ثم قضايا اليوم حارقة سريعة كما العودة المدرسية، واللي مع وقف الانتداب باش تكون عودة مدرسية صعبة، واللي باش تستدعي أن يكون للهيدرية قرار دعوة الحكومة إلى فتح الانتدابات في هذين القطاعين، خاصة